السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في طريقنا لأمن المعلومات. الخطوات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن البيانات والمعلومات وأقسام الحماية ومعيار الـ AAA، واتكلمنا عن CIA، وقلنا إنه في معيار الـ AAA في حاجة مهمة جدا جدا لازم نفهمها، أو المعيار كله لازم يكون واضح بالنسبة لنا بشكل كبير. وأهم معيار من المعايير ديت هي معيار الـ Authentication أو التحقق. انا بتحقق منك علشان اعرف انت مين، وببدا اديك التصريح اللي انت فعليا تستحقه او الممنوح لك. كمان المره اللي فاتت احنا قلنا ان احنا هنقف شويه كتير عند التحقق، لان الموضوع مهم جدا يا شباب لازم نفهمه. هنعرف ايه هو التحقق، ازاي بيتم في العالم الرقمي يتحقق مني انا، يعني ازاي لما انا افتح ايميلي كده الموقع اللي بيمدني او مزود خدمه البريد الالكتروني هي بتتحقق مني ازاي. يعني لما بدخل اليوزر نيم والباسورد بتاعي بلقى البريد بتاعي، ليه ما بلقاش بريد سي من الناس مثلا او صاد من الناس؟ هو ازاي فهم ان انا المقصود، لذلك حولني على الصفحه بتاع بريدي مباشره، او في الاكونت في الفيسبوك لما بدخله اليوزر نيم والباسورد هو فهم ازاي فعلا ان انا صفحتي هي المقصوده وبدا يحولني عليها؟ العمليه دي بتتم ازاي؟ علشان نفهم يا شباب العمليه دي بتتم ازاي، لازم نفهم او نتكلم من الاساسيات تماما. هو ايه يعني الاوثنتيكيشن؟ قلنا ان الاوثنتيكيشن دي عمليه اسمها التحقق، او يقابلها المرادف العربي التحقق. انا ازاي اتحقق من شخصيتك؟ قلنا في العالم الرقمي كل واحد فينا معاه هويه رقميه كده ماشي بيها او داخل بيها للعالم ده، بيبدا يبرزها للمواقع او الصفحات او مزودي الخدمه اللي بيطلبوها منه علشان يعرفوا هو ده مين، الشخص ده الفلاني ده مين. فبالتالي اوثنتيكيشن يعني ايه؟ يعني تحقق. وقلنا ان التحقق ده بيتم باحد ثلاث اشكال، اما انه حاجه انت عارفها او حاجه انت تملكها او حاجه بتعبر عنك. طيب ابسط انواع التحقق في العالم الرقمي يا شباب هو الباسورد. ابسط انواع التحقق هو التحقق من خلال الباسورد. طيب تعال اقول لك على حاجه، الباسورد ليها شروط. يعني هل كده في الشركات او في المؤسسات الكبيره او في شركه زي مايكروسوفت مثلا او ياهو او جيميل هي بتقول لي خلي بالك ان الباسورد بتاعتك ديت ما ينفعش تبقى اي حاجه؟ ايوه الكلام ده مظبوط. طيب في ناس، مش في ناس، ده معظم الناس اللي ما عندهاش خلفيه عن الموضوع ده، يعني بالواحد بيشوف عجب بصراحه. يعني من كتر الاحتكاك مع مثلا موظفين زمايله او مع ناس بتطلب منه خدمات او فبالتالي ممكن يتعرض انه يساله الباسورد بتاعك ايه، فيروح مديله الباسورد فنفاجئ ان الباسورد ده مثلا اسم او تاريخ ميلاده او رقم تليفونه. ودي يا شباب كارثه، دي طامه كبرى. تعالوا نستعرض شروط الباسورد كده سريعا علشان نعرف كل واحد فينا يطبقها على نفسه. هل انا حققت الشرط ولا انا ضعيف من جهه الباسورد بتاعتي؟ قال الباسورد لازم تكون كومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ يعني نوعا ما فيها شيء من التعقيد. تمام؟ يعني لا ينفع تكون رقم بس، ولا ينفع تكون كلمه بس، ولا ينفع تكون حروف بس، ولا ينفع تكون رموز فقط. ولكن التعقيد ان انا اجمع كل ده مع بعض. يبقى اول خاصيه او اول شرط من شروط الباسورد بتاعتي ان هي تكون فيها ارقام ورموز وحروف. طيب ايه تاني؟ قال لي باسوردك ما ينفعش تكون حاجه يسهل تخمينها. حاجه يسهل تخمينها يعني ايه؟ يعني انا مثلا عارف سين من الناس، او كان زميلي في الجامعه، او كان صديق في العمل، فعارف هو القارئ المفضل بتاعه فلان، او ربنا يعافينا المغني المفضل بتاعه فلان مهووس بيه، او الفريق اللي بيشجعه مثلا بتاع الكوره او بتاع التنس او ما الى ذلك مهووس، يعني خلاص هو حياته بياكل ويشرب وينام كده. فبالتالي بنسبه كبيره جدا هلاقيه انه حاطط الباسورد بتاعه من الحاجه اللي هو بيحبها او مرتبط بيها كده، او تاريخ ميلاده او رقم تليفونه. فما ينفعش تماما ان الباسورد بتاعتك يسهل تخمينها. يبقى كده عندنا شرطين، عندنا اما ان هي تكون معقده يعني تحتوي على رموز وحروف وارقام، وتكون يصعب
تثمينها. تمام كده؟ تالت شرط معايا انه ما ينفعش حضرتك تستخدم باسورد واحده لكل الخدمات بتاعتك، لانه ببساطه شديده جدا الباسورد دي لو اتعرفت، بالتالي بدل ما يعني لو انا قدرت مثلا اخد الباسورد بتاع البريد بتاعك، فهقدر بعد كده ادخل على بريدك، ادخل على الاكونت بتاع الفيسبوك، ادخل على تويتر، ادخل على تقريبا كل حساباتك اللي انت رابط بيها الباسورد دي. فبالتالي باسوردك ما ينفعش تكون باسورد واحده، يعني ما تستخدمش كده في مثل مشهور جدا اسمه لا تضع البيض في سله واحده، علشان لما السله دي تقع فبالتالي ايه كل سنه وانت طيب. لذلك خلي نوع في الباسورد، خلي باسورد للعمل، يعني لو انت عندك كمبيوتر في الشركه او في المؤسسه اللي انت بتعمل فيها، ده ليه باسورد مختلف تماما عن الباسورد بتاع جهاز البيت، مختلف تماما عن الباسورد بتاع حسابات الشركه. حد يقول لي طيب انا معلش ده الموضوع ده مرهق جدا وصعب جدا، لانه انا عندي في الشركه كمبيوتر وفي البيت كمبيوتر وعندي حساب فيسبوك وعندي حساب بريد الكتروني وعندي حساب بنكي و فهل كل الباسورد ده همشي بقى اكتبها في ورقه؟ هقول له خلي بالك انه ده الخطا رقم 4، ان انت تكتب الباسورد بتاعك في ورقه خارجيه او تحطها في مكان ظاهر للعيان او تصرح بيها لاي حد. طيب يقول لي طب ما اعمل ايه، انا يعني مش هستوعب الكم الهائل ده من الباسورد. الحقيقه في طريقه انا بفضلها، اللي هي تعالى ما تغيرش كل الباسورد، تعالى غير في جزء منها. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو انا عندي باسورد حققت شروطي اللي هي تكون معقده الى حد ما، وما تكونش بتعبر عني ولا بتعبر عن الهويه بتاعتي ولا بتشير الي ولا سهله التخمن زي ما احنا ذكرنا كده، فبالتالي انا حققت فيها الشروط. الشرط بقى اللي هو ما ينفعش تتكرر لكل الخدمات بتاعتي او الصفحات بتاعتي، انا عاوز احققه ولكن انا هنسى بقى مع تناول الباسوردات دي هنسى، فهعمل ايه؟ هقول لك ابدا غير في جزء منها، ما تغيرهاش كلها، يعني مثلا خد اخر حرفين. تعالوا ناخد مثال عملي علشان نفهم كويس جدا الكلام اللي احنا ذكرناه ده. تعالوا نفتح مثلا نوت باد او الوورد او اي شيء، ونبدا نعمل باسورد كومبلكس ونبدا نحقق فيها الشروط بتاعتنا. انا هنفتح كده النوت باد، تعالوا بس نكبر الخط شويه عشان الناس ايه تشوف احنا بنعمل ايه. خلي بولد. تمام، انا دلوقتي داخلين نعمل ايه مع بعض؟ داخلين نحقق الشروط اللي احنا قلناها على الباسورد. تمام؟ طيب انا الباسورد بتاعتي اول شرط اللي بتبقى حروف رموز ارقام. تعالى هنقول ايه؟ هنقول ادي الحروف وادي الرموز وادي الارقام. تمام؟ تلاحظوا اول شرط انه يبقى حرف، في حروف اهي البي الاس اس والدبليو والدي والار، ادي الرمز ات وادي الرقم زيرو. خلي بالكم ان ديت كابيتال ليتر، زياده في ايه؟ زياده في انها تكون صعب او زياده ان هي تكون كومبلكس. طيب ادي الباسورد بتاعتي اهي اللي حققت فيها شروط الكومبلكس. طيب انا دلوقتي عندي اكتر من اكونت واكتر من كمبيوتر واكتر من مكان من المفترض ان انا هستخدم فيه الباسورد. هقول لك ببساطه شديده جدا، هنفترض ان الباسورد دي هي باسورد الشغل، يعني انا كده شغل عندي لما بدخل الصبح افتح الجهاز بتاعي بيطلب مني اليوزر نيم، فبقول له انا علاء الباسورد بتاعتك، فبروح كاتب له الكلمه ديت. خلاص كده، وقلنا انه الشرط التاني ما ينفعش الكلمه ديت اروح نفس الباسورد افتح بيها جهاز البيت او اللابتوب الشخصي. فهعمل ايه؟ هقول لك بدل ما تغير الكلمه كلها، لان انت لو قعدت غيرت كلمه السر كلها للخدمات بتاعتك او الاجهزه بتاعتك، فهينتج عنك مثلا 15 مينيمم، يعني او من 10 ل 15 باسورد، وهيصعب عليك ايه؟ ان انت تفتكرها او تتذكرها. طيب اعمل ايه؟ في طريقه الناس بيستخدموها اللي هي ابدا غير في الحرفين الاول او اخر حرفين، او اعمل الحاجه اللي انا هقول لك عليها. اهي ادي الباسورد اهي، عفوا
واعمل كده underscore اف سي. تمام كده؟ واحد يقول لي اف سي دي، اف سي دي معناه خلاص فيسبوك. تمام؟ يبقى انا وانا داخل الفيسبوك انا عارف ان هي هي نفس الباسورد بتاعتي ايه، ولكن علشان انا رايح فيسبوك فهكتب underscore فيسبوك او ماينس او زائد او اي حاجه اهي. هعمل واحده مثلا تويتر كده مثلا، انا بديك سامبل على يا شباب عشان تمشوا عليه. فبالتالي انا ديت لو حد قدر ان هو يحصل عليها بطريقه ما، انا بقى صرحت بيها ليها مكتوبه على ورقه او قدر ياخدها مني بالسوشيال انجينيرنج اللي احنا هنفهمها ونعرفها في حاجات يعني معانا ان شاء الله باذن الله هناخدها، او حتى قدرت اوصل ليها بطريقه غير مشروعه ان انا مثلا استخدمت تول معينه تكسر لي الباسورد او تخمنها لي او مستحيل هيجي في راسي ان الراجل ده بيستخدم نفس الباسورد ولكن بالطريقه دي. تمام؟ ده كده فيسبوك، ده كده ايه تويتر. ممكن اعمل كمان كده اهو واقول له ايه زائد مثلا جي ام لو انا بريد جيميل، او زائد ياهو وهكذا. انت ممكن بقى تغير في زائد، في ناقص، في اندرسكور، في سلاش، في مش عارف ايه، تغير هنا في الاخر، تغير هنا في الاول. المهم ان انت تحقق شروطها اللي احنا قلناها. ده فيما يتعلق بايه؟ بالباسورد. تمام؟ خلاص يا شباب؟ فهمنا؟ فهمنا. نرجع للسلايد بتاعتنا تاني كده، نقفل ده. تمام كده يا شباب؟ يبقى كده فيما يتعلق بالباسورد وشروطها. طيب. انت قلت لنا ان في حاجه اسمها اوثنتيكيشن بروتوكول، هل بقى الباسورد ديت ليها بروتوكول؟ هقول لك استنى عليا شويه. احنا لو رحنا كده للشريحه الثانيه هتلاقيني محضر لك اسم البروتوكول وشرح كده عنه بالصور. طيب بروتوكول التحقق بكلمه السر يا شباب هو اسمه ايه؟ اسمه باسورد اوثنتيكيشن بروتوكول. اختصارها ايه يا شباب؟ باب، مش باب بتاعنا الباب الخشب ده، لا هي كده اسمها باب. تمام؟ تمام. بس خلي بالكم انه الباب ده نون سكيور. يعني ايه نون سكيور؟ يعني غير امن، يعني سهل جدا انه يخترق. لانه ببساطه شديده جدا لو بصينا لبعض كده، ادي الجهاز بتاعي وادي السيرفر اللي هيديني بقى الخدمه اللي انا داخل ادخلها داخل اخدها. ايه الخدمة دي؟ ممكن تكون بريد الكتروني، ممكن تكون صفحة من صفحات الفيسبوك، ممكن تكون حسابي في البنك، ايا كان. احنا قلنا كل ده بيتحط على جهاز كده ضخم اسمه ايه؟ سيرفر. هو يعني زمان كان ضخم بس دلوقتي حجمه يعني صغير جدا. ولكن هو الجهاز بمواصفات زي ما قلنا كده مواصفات عالية شوية علشان يقدر يعمل البروسيسور او يقدر يديني الخدمة بشكل اسرع. أنا دلوقتي قعدت على جهازي، سألني أنت مين؟ قلت له أنا علاء. طب الباسورد بتاعتك إيه علاء؟ قلت له أدي الباسورد أهي. فبدأ ياخدها مني يحطها عنده كده، يروح يشوف يطابقها بكلمات المرور اللي موجودة في قاعدة البيانات بتاعته اللي من ضمنها كلمة المرور بتاعتي. تمام؟ تمام. يعني انا هتخيل كده، معلش احنا كل حاجه بنطول وبنتكلم باستفاضه، وانا عارف ان في ناس ممكن تكون مر عليها الكلام ده ألف مره، ولكن برضو يا شباب في اخوانكم واخواتكم الكلام ده بالنسبه لهم جديد فاستحملونا، انا اسف. طيب انا دلوقتي رايح افتح حساب بريد على سيرفر جيميل او على سيرفر مايكروسوفت او على ياهو. تمام كده؟ تمام. فبدخل البيانات بتاعتي كده، اسمك، عمرك، المدينه بتاعتك زي ما كلنا عارفين، تاريخ ميلادك، وبيطلب مني بعد كده ايه؟ الباسورد. فبديها له، بياخدها مني الاول مره وانا بسجل، بيحتفظ بيها في قاعده بيانات العملاء بتاعته. تمام كده؟ تمام. تيجي بقى تاني مره لما ادخل البريد بتاعي يقول لي انت مين؟ اقول له انا فلان. طب دخل لي الباسورد يا فلان، فاروح مدخلها له، ياخدها مني يروح فين؟ لقاعده البيانات بتاعته يطبقها، هل هي صح ولا خطأ؟ في حالة إن هي صح بيعديني بيفتح لي، في حالة إن هي خطأ بيقول لي شكرا أنا ما أعرفكش روح عند أهلك. تمام كده؟ تمام. يبقى الباب ده
البروتوكول اللي هو اسمه باب ده نون سكيور. ليه؟ قال لي ببساطة شديدة جدا لأن العملية دي بتتم كده من عن نفسها، حروف رايحة وجاية، أي حاجة أنت بتكتبها بتتكتب زي ما هي، يعني الحرف الاي بتكتب حرف الاي، حرف الام بتكتب ام. فحد يقول لي هو المفروض يتكتب ايه؟ طب ما هو المفروض الام تروح له اس مثلا. هقول لك لا، هو المقصد مفيش تشفير بين جهازي وبين جهاز السيرفر. اي حد ممكن معاه تول كده، انا فاكر من اكتر من 10 سنوات كان في تول كده شكلها شكل العدسة، فكنت تحطها على المكان بتاع الباسورد تكشف لك الحروف. احنا عارفين ان احنا واحنا بنحط الباسورد بيبقى عبارة عن ستار كده، يعني بيبقى عبارة عن الباسورد مش ظاهرة، صح؟ فكان في تول كده والله يمكن من اكتر من 10 15 سنة، طلعت كده ان انت برنامج، عبارة عن برنامج بتنزله بعد كده هو بيروح اول ما بيقول لك الباسورد فبتكتبها له، تحط كده رمز، كان رمز عدسه كده، فيطلع لك انت كتبت ايه، يعني يطلع لك الحروف بالظبط زي ما كتبتها. فقال لي ان ده بروتوكول غير امن. طب نحل المشكله دي ازاي يا شباب؟ قال لي في بقى بروتوكول اسمه ايه؟ اسمه الاس باب. الاس باب سكيور باسورد اوثنتيكيشن بروتوكول، هو نفس البروتوكول لكن عدلوا عليه وخلى بقى البيانات اللي رايحه من جهازي لجهاز السيرفر خلاها متشفره. يعني ايه متشفره؟ يعني الام ما بتروحش ام ولا الاس بتروح اس، ده بتروح اي حاجه تانية. لذلك لو حد قدر يبقى موجود هنا بطريقه ما يقدرش يعرف الباسورد بتاعتي، لان هي رايحه مش هي بحروفها الطبيعيه. وخلي بالكم ان التشفير هنتكلم عليه باستفاضه في جزء من اجزاء الكورس ده ان شاء الله. لكن للي مش فاهم تعال افهمك كده سريعا سريعا. احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نروح فاتحين جوجل، تمام، واكتب ايه؟ انكريبشن اونلاين، علشان بس نفهم، واختار اي حاجه اي حاجه، اختار مثلا الموقع ده. فتح لي حضرتك هنا بيقول لي اكتب لي اي حاجه وانا اشفرها له، فهكتب له الباسورد بتاعتنا اهي، مش هي كانت كده، واقول له لو سمحت انا عاوز اشفر لك الرمز ده. شايفين طلع شكلها ازاي يا شباب؟ ده طلعت ال اي كي جي 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 مش عارف ام او او يس كي كده، حاجات مش مفهومه على الاطلاق. فبالتالي انا قدرت ان انا ابعت الباسورد بتاعتي اللي طالعه من جهازي رايحه للسيرفر بشكلها غير المفهوم. الى الاول في الباب، في البروتوكول اللي اسمه باب، كنت ببعتها كده، فلما الناس بتاع امن البيانات عرفوا ان هي ممكن بكل سهوله تتاخد بشكلها الطبيعي فبالتالي تتعرف، فقال لي لا، طب انا هطلع بقى الاس باب اللي هو سكيور. سكيور ده مجرد ان هو دخل عمليه كده في النص تشفر لي الحروف او الداتا اللي طالعه من جهازي رايحه للسيرفر تخليها شكلها مختلف تماما بالشكل ده. فهمنا يا شباب؟ فهمنا. معلش انا اسف بطول، ولكن انا عاوزك تفهم، انا عاوزك تفهم زي ما عودتكم في الكورسات اللي فاتت. خلاص كده؟ تمام. نرجع للعرض بتاعنا كده اهو ونكمل. فهمنا الباب يا شباب وفهمنا الاس باب. خلي بالكم دي اسئله بتيجي للي عاوز يمتحن ان شاء الله، هيقول لك ايه الفرق بين الباب والاس باب مش عارف ايه، فتبقى فاهم. خلاص خلاص. طيب الحاجه الثانيه اللي معانا هي بروتوكول اسمه التشاب، تشالنجر هاند شيك اوثنتيكيشن بروتوكول. يعني ايه؟ يعني المصادقه باستخدام التحدي، تشالنجر يعني تحدي، تمام، مصادقه هاند شيك اوثنتيكيشن باستخدام التحدي. تحدي يعني ايه يا شباب؟ هو يقصد بالتحدي ان احنا مش انا وانت هننزل نتحدى بعض مثلا في حلبه مزارعه ولا في لعبه شطرنج ولا حاجه، لا، هو كل المفهوم هو نفس مفهوم الباسورد، ان الراجل ده هيطلب
منه بيانات التحقق بتاعتي اللي هي اليوزر نيم والباسورد، فهدخل اليوزر نيم والباسورد، فمش هيكتفي بكده، هيقول لي لا هو فعلا اليوزر نيم هو نفس اليوزر نيم اللي في قاعده بياناتي، وفعلا الباسورد هي نفس الباسورد اللي في قاعده بياناتي، بس لو سمحت انا برضو ما زال عندي ايه شك كده في، يعني معلش عايز اتحقق منك اكتر. طيب فيبدا يقول لك ايه، لو سمحت هو 5 زائد 10 بكام؟ قال لي يعني هو ده التحدي. هو فعلا على فكره يا شباب هو بيتم كده، التحدي ده ممكن يكون عمليه حسابيه، ممكن يكون ايه يطلع لك مجموعه صور كده ويقول لك والله طلع لي صور السيارات اللي هنا او طلع لي صور الطرق. الناس اعتقد ان هي فاهمه انا بقول ايه، لان هي لمساها في الواقع لما بندخل انترنت، بنحب مثلا داونلود لحاجه او بنسجل في حاجه، بيبقى يطلع لي كده حاجه اسمها الكابتشا يا شباب، اسمها كابتشا. لو رحنا برضو كده لجوجل وقلت له ايه كده تقريبا كابتشا، ايوه اهو، لو رحت كده اهي، ده شكل من اشكال الهاند شيك اوثنتيكيشن بروتوكول او التشالنجر هاند شيك اوثنتيكيشن بروتوكول، ان هو انا باخد منك اليوزر نيم والباسورد وبعد كده بطلع لك اي عمليه حسابيه، اي صوره واقول لك اكتب لي الرموز اللي فيها، اي صوره واقول لك مش عارف ايه كده، كزياده في التحقق. تمام كده شباب؟ تمام. النهارده ان شاء الله هنوقف عند الجزء ده علشان ما نطولش وقت الحلقه، وعلشان برضو المعلومات اللي احنا خدناها ما تبقاش كتيره على الاستيعاب. احنا كده اتعلمنا ايه النهارده يا شباب؟ اتعلمنا الاوثنتيكيشن اشكالها ابسط شكل بينها اللي هو الباسورد، وعرفنا نحقق شروط الباسورد عشان نحمي نفسنا ونامن نفسنا كويس، واستعرضنا كمان بروتوكولين من اللي بيستخدم في او ثلاثه عفوا اللي هو الباب والاس باب والشاب. اشوفكم ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.